مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أبنائي أعزائي طلاب الصف الثاني الابتدائي في حصة الرياضيات مع الأستاذ أيمن محمد الكامل. الدرس الثاني في الوحدة الأولى اسمه الضعف وقريب الضعف. الضعف وإيه وقريب الضعف. المعايير اللي عندنا 2.2.1 و2.2.2. المصطلحات عندنا كلمة الضعف وكلمة قريب الضعف. يبقى المصطلحات الجديدة عندنا كلمة الضعف وكلمة قريب الضعف. يلا نشوف معاني الكلمات دي. ما معنى كلمة الضعف؟ الضعف هو جمع أي عدد مرتين. فمثلا لإيجاد ضعف العدد 2 نجمع، أحسنتم، 2 زائد 2 يساوي 4، ولإيجاد ضعف العدد 5 نجمع 5 زائد 5 يساوي 10، أحسنتم. يبقى معنى كلمة الضعف هو جمع أي عدد مرتين. هذا الدرس أنه من المتوقع في نهاية الدرس يجب أن يكون الطالب قادرا على أن يستعمل الضعف وقريب الضعف لجمع أي عددين بسهولة، يجد نواتج جمع قريب الضعف باستعمال حقائق الضعف المرتبطة. مع بعض بيقول لي أعرف أن 2 زائد 2 يساوي 4. طبعا كلنا عارفين أن 2 زائد 2 يساوي 4. طيب باستخدام هذه الحقيقة 2 زائد 3 يساوي كام؟ أحسنتم، 5. طيب كيف نحسبها عن طريق الضعف أو قريب الضعف؟ احنا عندنا 2 قريبة من 3، 3 أكبر منها بكام؟ واحد، صح. يبقى عندي 2 زائد 2 يساوي 4. لما نقول 2 زائد 3 كأني زودت على 4 واحد، أصبحت كام؟ أصبحت 5، أحسنتم. يبقى 2 زائد 3 هي 2 زائد 2 اللي هي 4، ونزيد واحد يصبح الناتج كام؟ 5، وهذه هي تسمى قريب الضعف. بيقول لي أبين عملي، كيف أستعمل حقيقة الضعف 7 زائد 7 لإيجاد ناتج 7 زائد 9؟ طب يلا مع بعض كده أديكم فرصة تفكروا، 7 زائد 7 يساوي كام؟ أحسنتم، 14. يبقى 7 زائد 7 يساوي كام؟ 14. طيب يبقى 7 زائد 9 كأني نفسها 7 زائد 7 بس زودت كام؟ برافو عليكم، يبقى زودت 2 كأنها 7 زائد 7 اللي هي تساوي 14. طب هي بقت 7 زائد 9، يبقى 9 زائد 2 كأن ال 14 زائد 2، يبقى 14 زائد 2 بعد 14 15 16. يبقى كده احنا استخدمنا قاعدة الضعف لإيجاد قريب الضعف، فأصبحت 7 زائد 7 يساوي 16. وهو تدريب موجه، بيقول لي أكمل حقيقة الضعف، استعمل حقيقة الضعف لحل حقيقة قريب الضعف. يلا بينا. 2 زائد 2 كلنا عارفين انها تساوي كام؟ 4، أحسنتم. طب 2 زائد 3 كأنه زود، بدل 2 زائد 2 2 زائد 3 زود 1، أصبحت كام؟ أحسنتم، أصبحت 5. طيب 4 زائد 4 يساوي كام؟ ممتازين، 8. طب 4 زائد 5 يبقى زود، بدل 4 زائد 4 بقت 4 زائد 5، يعني زود 1 أصبحت كام؟ أصبحت 9. طيب رقم 3 هديكم فرصة تفكروا، 3 زائد 3 يساوي كام؟ أحسنتم، 6. طب 3 زائد 4 يبقى زود كام؟ أيوة بالظبط كده، زود 1، بقت 6 زائد 1 يساوي كام يا شباب؟ يساوي 7. رقم 4، 5 زائد 5 شطار تساوي 10. طب 5 زائد 7 يبقى زود 2 على ال 10، يعني كأنها 5 زائد 5 وزود 2 أصبحت 5 زائد 7، يبقى يساوي كام؟ يساوي 12. يبقى 5 زائد 7 يساوي 12. طب ننتقل إلى تدرب مستقل، بيقول لي أكمل حقيقة الضعف، استعمل حقيقة الضعف لحل حقيقة قريب الضعف. نفس طريقة السؤال اللي طاف،
هنقول هنحل واحدة أو اثنين والباقي أنتوا وأنتوا بتذاكروا بتتدربوا عليهم في البيت. يعني 6 زائد 6 كام؟ هنخلي 6 براسنا والستة الثانية على ايدينا أو نستخدم المكعبات. يلا بعد 6 يا شباب، 7 8 9 10 11 12. تمام، يبقى 6 زائد 6 كام؟ 12. طب 6 زائد 7 هل هعد من الأول؟ لا، أمال هعمل إيه؟ ستة زائد ستة 12. طب 6 زائد 7 هعد من الأول؟ لا، أنا متذكر إن 6 زائد 6 يساوي 12. طب 6 زائد 7 يبقى زودنا واحد، أصبحت النتيجة كام؟ أيوة بالظبط 13. يبقى 6 زائد 6 يساوي 12. إذا 6 زائد 7 يساوي 13. وبالمثل رقم 6 هتفكروا فيها معنا برضه في البيت. طيب أحل رقم 7. 8 زائد 8، بعد الثمانية كام؟ 9 10 11 12 13 14 15، أحسنتم 16. يبقى 8 زائد 8 كام؟ 16. طيب 8 زائد 10، احنا عرفنا ان 8 زائد 8 16. طب العشرة زادت على الثمانية كام؟ باثنين. يبقى نزود 2 على 16 تصبح كام؟ 8 زائد 10 يساوي 18. طيب لو جتنا الأسئلة في السؤال رقم 9 بشكل رأسي، هل بيختلف الحل ولا بيختلف ولا أي شيء؟ الجمع بشكل أفقي أو بشكل رأسي لا يتغير الناتج. يبقى 2 زائد 2 يساوي 4، 2 زائد 3، احنا عندنا 2 زائد 2 يساوي 4، 3 زائد 1 يبقى 4 زائد 1 يساوي كام؟ يساوي 5. وبكده تكون 2 زائد 3 يساوي 5. بالنسبة للتدريب 6 و8 و10 و11، انت بتشوف نفسك فهمت رقم 5 حل رقم 6، فهمت رقم 7 حل 8، واذا فهمت رقم 9 حل رقم 10 ورقم 11. ولو اي سؤال عندكم مش عارفين مش عرفتهوش ممكن تسألني نتناقش فيه في الصف او في عن طريق التيمز وانا شغال معاكم في البث المباشر. مثال سهل بيقول لي اكتب حقيقة الضعف وقريب الضعف واحلها. يلا نعد المكعبات اللي فوق، 1 2 3 4، واللي تحت 1 2 3 4. يبقى اذا هاي 4 زائد 4، كلنا عارفين 4 زائد 4 يساوي كام؟ احسنتم يساوي 8. طب دي نفس الشيء بالظبط، 4 زائد 4 بس التانية صارت 5، يبقى 4 زائد كام؟ زائد 5 يساوي كام؟ أحسنتم 9. إزاي عرفناها؟ 4 زائد 4 8. طب 4 زائد 5 كأني زودت 1 أصبحت كام؟ 9. نفس الشيء 1 2 3 4 5، يبقى هاي 5، واللي تحتها برضو زيها بالظبط 5. 5 زائد 5 يساوي 10. طب هاي 5 زائد 7، 5 زائد 7 يساوي كام؟ أحسنتم 12. كيف عرفناها؟ أنا عندي 5 زائد 5 يساوي 10. طب هنا زودت على 10 2، يبقى 5 زائد 7 يساوي كام؟ يساوي 12. أو تدريب رقم 16 بيقول لي رسم محمد 4 منازل ثم رسم 5 منازل أخرى. رسم كام يا شباب؟ 4 منازل ثم رسم كام؟ 5 منازل أخرى. ما العدد الكلي؟ معنى كلمة العدد الكلي تعني جمع، يعني أنا بجمع كام؟ 4 زائد 5 يساوي كام؟ عايزين نحلها، طبعا عارفين إن هي 9، طب إحنا عايزين نحلها بطريقة الضعف وقريب الضعف. 4 ضعفها كام؟ 4 زائد 4 يساوي 8، يبقى 4 زائد 4 8، طب 4 زائد 5 نزود 1 أصبحت كام؟ ممتازين، أصبحت 9، يبقى الحل كام؟ 9 منازل. مع بعض مهارات التفكير العليا، بيقول لي هنا لدى هيا 5 كتب، ويبقى لدى هيا كام؟ 5 كتب. ولدى سميرة 2 من الكتب أكثر مما لدى هيا، يبقى كده سميرة عندها 2؟ خطأ، أمال عندها كام؟ 2 أكثر من هيا. طب هيا عندها 5، يبقى سميرة عندها 2 أكثر منها، يعني عندها كام؟ أحسنتم 7. يبقى هيا عندها 5 كتب وسمير عندها 2 أكثر منها، يعني 2 أكثر من 5، يبقى عندها كام؟ عندها 7. طب 5 زائد 7 باستخدام حقيقة قريب الضعف كأنها 5 زائد 5 10، ونزود 2 تصبحت كام؟ أصبحت 12 كتابا. النهاردة في هذا الدرس التمرين رقم 5 و6 و7.
في رقم 5 بيقول لي عدد زائد 6 يساوي 12، يعني 6 مع بعض عدد زائد 6 يعني كام زائد 6 يساوي 12. هعد بعد الستة على ايدي لغاية ما اوصل 12، هقول 7 8 9 10 11 12، يبقى كام صوبة ظهر لك؟ 6. يبقى 6 زائد 6 يساوي كام؟ يساوي 12. يبقى هذا العدد هو كام؟ العدد اللي هو ظهر على يدك اللي انت عديته كام؟ 6. طيب نشوف مثال آخر بنفس الشكل، 6 زائد عدد يساوي 13. طب 6، احنا قلنا 6 زائد 6 يساوي 12، طب احنا عايزين 13، يبقى نزود كمان واحد، يبقى 6 زائد 6 كانت 12، احنا عايزين 13، يبقى نخليها كام؟ أحسنتم، نخليها 6 زائد 7. مرة ثانية أهي بنشيلها من الأول. أنا عندي دلوقتي بيقول لي 6 زائد عدد، يبقى 6، احنا قلنا 6 زائد 6 12، عايزين نزود نخليها 13، يبقى نزود كمان واحد، يبقى 6 زائد 7 يساوي 13. يبقى هذا العدد هو كام اللي احنا زودناه؟ 7. آخر واحدة معانا النهارده بيقول لي أي مما يلي يمثل حقيقة قريب الضعف؟ طيب 4 زائد 8 تمثل قريب الضعف؟ لا، ليه؟ لأنها تمثل الضعف. 4 زائد 4 لما يكون العدد ونفس العدد تمثل حقيقة الضعف. طب 4 زائد 5، أحسنتم، هي اللي تمثل قريب الضعف. ليه يا أستاذ؟ لأن الأربعة والخمسة عددان مختلفان ولكن قريبان من بعضهما، يعني كأن 4 زائد 4 ونزودنا واحد أصبحت 9. 2 زائد 7 رقمان ليس قريبان من بعضهما البعض، و0 زائد 5 ليس قريبان، وبكده أصبحت المثال الذي يمثل حقيقة قريب الضعف هو 4 زائد 5. وأخيرا أبناء الطلاب بيقول لي ماذا تعلمنا اليوم؟ يا أبطال تعلمنا الجمع باستعمال حقائق الضعف وقريب الضعف. أول ما يسألني على عدد معين أشوف مثلا قال لي 5 زائد 7 أفتكر 5 زائد 5 وأزود 2، قال لي 10 زائد 12 أفتكر 10 زائد 10 20، 12 زائد 2 يبقى 10 زائد 12 22. هنا بيقول لي ما ضعف العدد 2؟ أحسنتم، 4. طيب يبقى 2 زائد 3 كأنه بدل 2 زائد 2، 2 زائد 3 أحسنتم يبقى كام؟ 5. طب ما ضعف العدد 4؟ يعني 4 زائد 4 كام؟ 8. طب 4 زائد 5 زود كمان واحد يبقى كام؟ 9. طب 4 زائد 4 8، يبقى 4 زائد 6 كام؟ أحسنتم، زود كمان 2 يبقى كام؟ 10. وبكده نكون انتهينا، يبقى 6 زائد 4، وبكده نكون انتهينا من هذا الدرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلقاكم على خير في الدروس القادمة بإذن الله تعالى مع حصة الرياضيات والأستاذ أيمن الكامل.